مرحبا، إذا كنت منزعج من اتصالات الواتساب أو السناب وتبي تحدد تطبيقات معينة أو أشخاص معينة فقط هم اللي يتصلون عليك أو اللي تصلك إشعاراتهم، تابع معي الشرح الجاي. الآن نفتح الإعدادات وبعدين ننزل لحد ما يجينا التركيز، بعد كذا نضيف تركيز جديد ونحط علامة مخصص ونختار اللون واللوجو ونختار مثلا له اسم، مثلا نقول إن، وبعد كذا ننزل نقول له تم أو التالي. الآن نختار الأشخاص اللي حنا نسمح لهم بالتواصل معنا سواء بالواتساب أو السناب أو أي تطبيق من التطبيقات. هنا ندخل على المكالمات ونقول لا أحد، ونحط هنا الأسماء، نضغط على زايد ونضيف الأسماء اللي حنا نبغاهم يتواصلون معنا. الآن نختار التطبيقات، نحذف التطبيقات اللي حنا ما نبي ونضيف مثلا التطبيقات اللي نبغاهم يتواصلون معنا فيها. مثلا أضفنا الواتساب نقول له تم، بعد كذا نقول له السماح، الآن نقول له تم. نفعل هذا الخيار، بنلاحظ أنه اشتغل عندنا هنا علامة التركيز. حاليا ما راح يجيك إشعارات ولا راح يتصل عليك إلا الأشخاص اللي أنت حددتهم هنا بالتطبيقات اللي أنت حددتها هنا. إذا أنت ما تبغى التركيز هذا كله ممكن أنك تحذفه، الآن الكل يقدر أنه يتصل عليك. وإذا تبي تحذفه بشكل كامل ممكن تقول له حذف التركيز من هنا. وإذا تبي تخلي مثلا الميزة هذه تشتغل بوقت وتفصل بوقت معين، ممكن أنك تضيف جدولة هنا وتضيف الوقت وتختار هنا مثلا من وإلى وتختار الأيام، فبالتالي ما راح أحد يتصل عليك إلا الأشخاص اللي أنت محددهم هنا بالتطبيقات اللي أنت محددهم هنا بالوقت اللي أنت مختاره. تحياتي.